السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من استراليا، اهلا وسهلا بكم كوينزلاند. هنا كوينزلاند، هنا نيو ساوث ويلز. دي تعتبر لو رحت يمين تبقى كوينزلاند، رحت شمال تبقى لا نيو ساوث ويلز يمين اند كوينزلاند شمال. اهلا وسهلا بكم. دي تعتبر نقطة الالتقاء، او زي ما تعتبر النقطة الفاصلة في الحدود بين ولاية كوينزلاند اللي هي بريسبن اند نيو ساوث ويلز اللي هي سيدني. دايما بين الولايتين دول كلاشات كتير بتحصل، زي في فريقين او ثلاث مباريات بتتلعب كل سنه في كوينزلاند واستراليا في اللعبه اللي بتاعتهم اللي هي الرجبي ليج. بتلاقي دايما كولومبيا بتفتخر وتلاقي كوينزلاند بيلبسوا اللون الطوبي، والنيو ساوث ويلز بيلبسوا اللون الازرق اللي هو البلو الفاتح دوت اللي هو البيبي بلو. طبعا دايما على طول خلافات بينهم، وحتى دايما تضادات بين الولايات في المسكين الولايه، الحكومات اللي ماسكه الولايه. حتى نيو ساوث ويلز عمالين يتخانقوا مع كوينزلاند عشان كانوا مجبرين ان هم يفتحوا الحدود ساعه وقت اللي هو كان فيه الكورونا. طبعا انا عن نفسي بحب كوينزلاند جدا، وتعتبر من الحاجات من الولايات المهمه جدا جدا بالنسبه لي وبحبها. وتابعوا معانا في فيديوهات اكتر ان شاء الله. انا معاكم والى اللقاء، السلام عليكم.